اخوان الاعزاء الله يمسيكم بالخير. اليوم بدنا نحكي عن سيناريوهات انتهاء فيروس كورونا وشو الاليات اللي راح ينتهي فيها او اليه تفشيه وانتشاره بين الدول العالميه وشو اللي عملته الدول حتى انها تحد من انتشار فيروس كورونا وانها وشو المآلات اللي راح تكون بهذا الفيروس. بس بدايه احنا بدنا نحكي عن البعض من مجتمعنا ومجتمعات ثانيه قاعد بيدعي انه الفيروس كورونا هذا غضب من الله وانه الاجراءات الاحترازيه الصحيه اللي عملناها بالاردن وبعض الدول الاسلاميه مثل تسكير المساجد ومنع اقامه الجمعه والجماعه انه هذا الحكي انه والعياذ بالله انه ربنا مش حابنا ربنا طردنا من المساجد فهذا الحكي يا اخوان قد يؤثم قائله وهو غير دقيق. يقول الله عز وجل على لسان سيدنا يعقوب بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. صدق الله العظيم. فشوف سيدنا يوسف عليه السلام كيف أخذ بالأسباب وكيف لم يدخل اليأس إلى نفسه وأمر أبنائه ونهاهم عن اليأس. ما حكى والله أنا الله كرهاني ضيع عيالي ضيع سيدنا يوسف هو صغير والولد الثاني اللي أخذوا والي مصر. ظلوا عنده أمل بالله وهذا لازم نحكي إحنا يظلوا عندنا أمل بالله ونأخذ بالأسباب وترى والواحد يعني الواحد بيقتدي بالصالحين. سيدنا يعقوب عليه السلام نبي وابنه نبي وأبوه نبي وجده نبي. فشوف الأنبياء كيف بتدعو أبنائها وكيف تدعو إلى التعامل مع الأمور اللي زي هيك. يجب أن لا نيأس من روح الله، يجب أن نظن مخذين بالأسباب والأمور والإجراءات اللي قاعدين ماشيين عليها إحنا الحمد لله لحد الآن بالطريق الصحيح. والأخوة الآن اللي بتدعوا الحكي هذا وبحاولوا يروجوا إنه غضب رباني، والله يا إخوان والله قد يلحقكوا إذن، لأنه في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، وأن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي بأن لن أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. وفي بعض الروايات أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا. فالناس اللي بتحكي إنه هذا غضب من ربنا، ربنا طردنا من المساجد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كمان يا اخوان الوباء والاوبئه والامراض هذا شيء موجود من زمان والناس كانت تتعامل معه بالطريقه يعني بنفس الطرق تقريبا. يعني بطعون عمواس اجى عمرو بن العاص بعد ما توفى ابو عبيده عامر بن الجراح، اجى عمرو بن العاص فوقف بين الناس قال يا ايها الناس ان الطاعون كالنار المشتعله وانتم وقودها فتفرقوا وتجبلوا. تجبلوا يعني روحوا على الجبال ابعدوا عن بعضكم. فتفرقوا وتجبلوا فإن النار إن لم تجد ما تأكله انطفأت لوحدها. يعني الحكي اللي بيحكيه الصحابي عمرو بن العاص قبل 1400 سنة قاعد بيحكيه وزير الصحة الأردني بال 2020 بقولكم ابعدوا عن بعضكم ولحاله بروح الفيروس لحاله بتدمر الفيروس. يعني بس اللهم الفرق إنه صرنا الآن نعرف قديش نبعد عن بعضنا فترة أسبوعين تمام. طيب هسا احنا خلينا نحكي بالسيناريوهات اللي راح ينتهي فيها الفيروس. في العديد من الدول اتبعت العديد من السيناريوهات مثل قمع الفيروس أو العزل الكلي، مثل العزل والتخفيف أو العزل والتخفيف. في ناس اتعاملوا بالتجاهل واللي هم اعتمدوا على مناعة القطيع. طبعا هذا كله راح نحكي فيه. بس ليش الاختلاف هذا الموجود بين الدول؟ الاختلاف موجود لأنه الفيروس الأمور اللي بيعتمد عليها الفيروس بانتشاره أمور كثيرة وبتختلف من دولة لأخرى. ونقول من المغالطات إن نقيس حالنا بالأردن مع أي دولة ثانية. يعني تقول طب هيو بإيران أو هيو بإيطاليا أو بإسبانيا أو أي مكان. لا بنفعش إنك تقيس حالك مع أي حدا لأنه فيش حدا بيشبه أي حدا بالموضوع هذا. الآن بدك تشوف ظروفك وأوضاعك إيجابياتك وسلبياتك اللي بتقدر تحد فيها من انتشار الفيروس. إحنا بالأردن الحمد لله عندنا إيجابيات كثيرة. عندنا معدل أعمار شباب كبير، ما في عندنا معدل سن كبير، عندنا مناخ دافئ والفيروس يتأثر بالحرارة. يعني درجة الحرارة العالية تقلل من سرعة انتشار الفيروس وتقلل من دورة حياته من ثلاث ساعات إلى ثلاث أيام ويمكن سبع أيام. درجة الحرارة العالية بتقلل من نشاطه وبتقلل من دورة حياته تمام. وهاي شغلة معروفة. الآن في عندنا إحنا درجة حرارة عالية، عندنا نسبة أعمار شبابية كثير. إضافة إلى ذلك نظام الرعاية الصحية عندنا إحنا مقارنة بدول العالم الثالث نظام ممتاز، لأنه إحنا نسبة الأطباء عندنا بالأردن بالنسبة للشعب العادي 2.3 طبيب لكل 1000 مواطن.
طبعا. وهاي نسبة بالنسبة لدول العالم الثالث عالية كثير. دول العالم الثالث النسبة عندهم واحد بالعشرة، واحد واحد بالعشرة طبيب لكل ألف مواطن. وكنا حكينا بحلقة سابقة إنه المشكلة بإيران مدينة قم إنه عندهم 40 طبيب لكل 100 ألف مواطن، يعني 4 بالعشرة دكتور لكل 1000 مواطن. فإحنا عندنا نظام رعاية صحية، إضافة إلى ذلك نظام الصحي الرعاية الصحية عندنا مش متخصص، كله بإيد الحكومة. الخدمات الطبية بإيد الجيش، المستشفيات كلها بإيد الحكومة. فلحد الآن المنظومة متماسكة وراح تظلها متماسكة إن شاء الله. بس أحد السلبيات اللي عندنا إحنا إنه نسبة التدخين عندنا بالأردن عالية، وإحنا بنعرف إنه التدخين بيقلل من مناعة الشخص. فالآن إحنا إذا بدنا نسوي، ما بنفع إن نقيس حالنا مع أي واحدة من الدول. تقيس حالك بالصين تقول طب ما هي الصين عملت حجر، إحنا مش زي الصين، ما بنقدر على اللي بتقدر عليه الصين. كمان إحنا ما فيش داعي نسوي اللي سوته الصين. مدينة ووهان، كل مدينة ووهان لحالها بيها 11 مليون، طب إحنا كلنا 9 مليون. ما فيش داعي إن نعمل اللي عملته الصين وملناش قدرة نسوي اللي سوته الصين. إحنا اللي عملناه أول إشي عملنا إجراءات عزل كانت مشددة، بعدين بدينا نعمل العزل الخفيف، نخفف الإجراءات شيئا فشيئا، لأنه الموضوع صفى عنا إن شاء الله، موضوع وقت، لأنه الموضوع وقت وبنتهي. مع إيش؟ مع الحفاظ، هذا لا يعني أنه الموضوع انتهى، مع الحفاظ على كل إجراءات الوقاية والسلامة والتنبيهات الحكومية والتوصيات الحكومية من حيث العزل والحجر والتعطيل والدوام، كله يجب أن نتابع حتى نظن الأمور تحت السيطرة. الحمد لله الأمور تحت السيطرة، وإن شاء الله إن عدينا هاي المشكلة والبيل خير إن شاء الله بجيب الله للبلد. تمام. هسا في النوع الثالث اللي هم تجاهلوا الموضوع من مرة. طبعا ليش تجاهلوا الموضوع؟ تجاهلوا الموضوع اعتماد على شغلة اسمها مناعة القطيع، هيرد اميونيتي بيسموها. هاي مناعة القطيع أصلا منظومة اللقاحات مبنية على مناعة القطيع، إنك أنت الإنسان يكون تصاب بالمرض حتى إنه يصير عندك مناعة ذاتية. اعتماد الحكي هذا بناء على اعتمادهم على قوة جهاز المناعة عند الإنسان، وهو قوي ترى. يعني كثير ناس بيحكوا مثلا عن الفيروس وقوته وانتشاره وأعراضه، بس ما حدا بيحكي عن قوة جهاز المناعة عند البني آدم وعند الإنسان. سبحان الله، يعني جهاز المناعة عند البني آدم أقوى جهاز مناعة عند وأعقد جهاز مناعة عند الثدييات. يتكون من أنسجة اللي هو الجلد، ويتكون من غدد، ويتكون من خلايا، أنواع خلايا كثيرة. فالآن هم لاعتقادهم وقناعتهم إنه جهاز المناعة قوي وقادر على احتواء الأمور هاي كلياتها. يعني مثلاً جهاز المناعة، واحد شو اللي بيسوي جهاز المناعة؟ 81% من الناس اللي بيصابوا بالمرض لا بحس بالمرض، بنصاب وبطيب بدون ما يحس بالمرض، 81%، وذلك لقوة جهاز المناعة. في 14% هذول بيصاب بالمرض وبتظهر عليه الأعراض يعني بدرجات متفاوتة، يعني هيك صاروا 95%. بيظل 5% هذول اللي بيكونوا بحاجة لعلاج، وبيكونوا بحاجة لأجهزة تنفسية، بحاجة يعني لرعاية صحية كاملة. المخاوف إنه 5% هذول ييجوا بوقت واحد، اللي ما يكونش في مجال لرعاية صحية كاملة لهم وبنفس الوقت. في إضافة إلى ذلك كثير ناس سمعوا عن دواء الهيدروكسيكلوروكوين، وهذا الدواء بنعطى للملاريا وللناس اللي عندهم التهابات مفاصل وللحمى الذؤابية. كثير ناس سمعوا، حتى بالبروتوكول الأمريكي وبروتوكولات بعض الدول كمان وافقت عليه، وحتى بالأردن عندنا صاروا يستخدموا هذا الدواء. موجود عندنا بالأردن وبالعالم من زمان، من 50 سنة. يعني هو بتصنعه الآن شركة اسمها شركة الحكمة. حتى قبل شركة الحكمة كانت شركة اسمها أدفانس المتطورة، هي اللي تصنعه قبل تشتريها الحكمة. يمكن الصيادلة القدام بتذكروا الحكي هذا، لما شركة الحكمة اشترت الشركة الثانية، شركة المتطورة. فالآن هذا الدواء بيقوم بمقاومة أعراض كوفيد-19، ولكن ما بيصير إنك تأخذه على رأسك. طبعا الغذاء والدواء ودت تقرير وودت أمر لنقابة الصيادلة إنه ما ينصرف إلا بوصفة صحية، ونقابة الصيادلة مشكورة بعثت لجميع الصيدليات إنه ما ينصرف إلا وصفة طبية. فالآن هو ما بنصرف إلا وصفة طبية. هذا الدواء إله كونترا إنديكيشن، يعني محاذير استخدام كثيرة. ما بصير إنك تأخذه أنت كوقاية، أو إنك تأخذه بس إنه إذا صبت أنا بالكورونا أو حسيت أي أعراض من أعراض أي مرض، رشحة أو إنفلونزا أو التهاب جيوب أو التهاب أذن وسطى، تروح تأخذه، لأنه إله أعراض جانبية كثيرة، إله سايد إفكت
كثير، له كوندرا انديكيشن كثير، فالان ما بصير تاخذه الا بوصفه طبيه، والوصفه الطبيه من طبيب اخصائي. طيب فالان هذه الدول اللي هي مثلا ومن اهمها بريطانيا لما عملت الهيرد اميونيتي او مناعه القطيع، زي ما بحكوها ما جاش حساب الزارع زي حساب البيدر، لانه صار عديد من الاصابات عندهم ما جاش حساب الحقل زي حساب البيدر، العديد بينت عندهم العديد من الاصابات، وصار نظام الصحي عندهم في وضع صعب جدا، فاضطروا الان انهم ايش يعملوا ظروف الحجر وظروف العزل ويرجعوا للنقطه الاولانيه. طبعا احنا بالاردن الحمد لله عملنا اجراءات سليمه كثير، عملنا حجر، عملنا عزل، بلدنا عدد سكانها 11 مليون يعني، ومساحتهم تقريبا يعني التجمعات السكانيه عندنا باربد اربد اربد، الله نتمنى السلامه لكل اهل اربد ولكل اهل الاردن ان شاء الله، اربد، الزرقاء، عمان، ما فيش كثافه سكانيه عندنا زي المناطق اللي موجوده بالدول الثانيه، يعني مدينه ووهان 11 مليون، مدينه نيويورك 12 مليون، ما فيش احنا صح عددنا 11 بس متوزع على منطقه جغرافيه قد تكون واسعه بالنسبه لهم. الله يحمي الجميع وان شاء الله انه تمر الازمه على خير، وما يشوف عنا نترحم على الاخت اللي توفت امبارح، وان شاء الله تكون اخر الوفيات بسبب الكورونا، وان شاء خصوصا انه احنا الشعب الاردني ماخذ الموضوع شغله انسانيه كبير. يعني انا حضرت مره مقابله لوزير الماليه، فبيسالوا المذيع بيقول له قديش كلفتنا، كان اياميها الاصابات 52، قديش كلفتنا الازمه، فبيحكي له كلفتنا 52 مواطن غاليين علينا. فالموضوع احنا الدوله مش حاسبيته بالمصاري لحد الان. يعني امبارح ترامب بيقول لك the cure is worse than the problem، يعني العلاج اصعب من المشكله، العلاج اصعب من الالم، والامريكا الان راح تتجاهل الموضوع وتعتمد مناعه القطيع، خلاص اللي يعيش يعيش واللي يموت يموت، ما بنسكر الاقتصاد. لا احنا الحمد لله عملنا الطريق ما بين وبين، عملنا اجراءات عزل، عملنا اجراءات تخفيف اللي نقدر نحمي وطننا، نقدر نحمي بناء وطننا، ونقدر نحافظ على عدم انتشار الفيروس بطريقه تكون صعبه جدا ولا يمكن احتوائها. حمى الله الاردن ونتمنى السلامه للجميع.